السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مقطع جديد. اليوم راح أغطي لكم ما أعتبرها أفضل في الأزواج أو استراحات الكابل. راح نبدأ بالمدخل الرئيسي اللي هو باب ألمنيوم لدخول السيارة ولدخول الأشخاص في نفس الوقت. وهذا الباب الضخم عبارة عن تيوبات ألمنيوم، والشيء اللي دهشنا خفة الباب اللي تقدر تفتحه حتى بأصابعك. كراج السيارة يتسع لسيارة واحدة بشكل مريح من الجانبين، بس شوية مزنوق من الأمام والخلف، وربما لأن السيارة حجمها كبير شوي. كما يقال الكتاب واضح من عنوانه، الفيلا بسيطة جدا وكما قلت سابقا مخصصة فقط لشخصين، عبارة عن بركة سباحة مطلة على غرفة نوم وجلسة مع منطقة باربيكيو ونوافير، وهناك بالداخل صالة مع مطبخ مفتوح راح نشوفه فيما بعد. دائما صوت الماء والنوافير يعطيك اللي حاب الاسترخاء. وهنا جلسة أخرى مطلة لحمام غرفة النوم، أخذت مكان أنيق على الزاوية، وحركة وضع غرفة النوم بهذه الطريقة بصراحة شيء جميل، بحيث تقدر تفتح الزجاج وتكون إطلالة الغرفة بزاوية 180 درجة. وهذه الجلسة المظللة المطلة على بركة السباحة، وأنا بصراحة متشوق لأشوف الحديقة الخارجية بالليل مع الإضاءات الجميلة. ما شاء الله الأجواء الليلية والإضاءات الجميلة المدروسة، ما تحس إنه في ليت جالس يضيء في وجهك، كل الإضاءات موجهة لعناصر الحديقة لتعطي أجواء هادئة كسكون الليل. وهنا عاد تضبيط المشاكيك والمشاوي، منطقة الباربيكيو ايريا، منطقة بصراحة جميلة وواسعة جدا. وهنا نافورة على مدخل الفيلا مقابلة للصالة الرئيسية. بسم الله وعلى بركة الله، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بالبداية هذا الباب الرئيسي للمدخل اللي ماخذ تكسية الألمنيوم، الباب الرئيسي واستخدموا اللون الأسود تقريبا في كل الأبواب لكي تحس إنه الفيلا متناغمة. أول ما تدخل راح يواجهك المدخل أو الموزع الرئيسي اللي عليه لوحة جميلة. وهنا المطبخ المفتوح، وبأمانة كثير من الاستراحات
ما يهتموا بالمو طابخ، بس هنا تحس انه ما اقل من مستوى الفيلا بشكل عام. وهنا تقريبا الثلاجة او الفريزر، واكسسوارات المطبخ الاعتيادية. ما شاء الله اهتموا بدق التفاصيل. وهنا الصالة اللي تكلمت عنها سابقا، وما شاء الله الصالة صغيرة وملمومة، تكفي حتى لتقريبا 3 أشخاص إلى 4 أشخاص. والحين راح أحاول أفتح الزجاج المطل على الصالة، ما أعرف إذا كان يفتح، فأتوقع هنا راح يكون فيو جميل جدا. هذه هي الإطلالة المسائية للصالة الرئيسية، مطلة على الشلال اللي شفناه بالمدخل. وهذا المنظر الصباحي للصالة، إطلالة جميلة جدا على المدخل وحتى على الحديقة، وبإمكانك تشوف السوينج بول من هذا المنظر وانت جالس بالصالة. والحين راح ندخل الغرفة المميزة اللي شفناها بالمدخل الرئيسي. وهنا خامة الباب اختلفت شوي، حاطين خشب وطلالة بانورامية بزاوية 180 درجة. فما أعتقد هذا جو نوم، هذا جو بارتي وسهرات. Thank you.
وجلسة مسائية جميلة مع هذه الإضاءات الجميلة للسوي من قبول وصوت الشلال. وبعد ليل طويل راح تصحى على هذا المنظر. أخيل أنت وصاحي من النوم أمامك سوي من قبول على زاوية 180 درجة. وهنا راح نتوجه لدورة المياه اللي ما أتوقع راح تكون أقل جمالا من تصميم الفيلا. هنا في البداية راح تواجهك تسريحة وغرفة الملابس، غرفة ملابس صغيرة مع إضاءات مجوفة جميلة جدا، ودراجة أتوقع راح تكون كافية لشخصين. وبعدها راح ندخل لدورة المياه. دورة المياه تصميمها أنيق جدا جدا بسيط، ونفس استخدام الإضاءات الجميلة. واتوقع هنا مفترض يكون جاكوزي، بس ما اعرف، يمكن ما عملوا للحين. مفترض يكون جاكوزي مطل على الحديقة. الحين راح افتح الستاير، راح نشوف وانا نفس الشيء تجويفات جميلة. راح افتح الستاير وراح نشوف الاطلالة. هذه هي الاطلالة الصباحية للحديقة الخارجية، منظر جميل جدا. وانت جالس هنا تاخذ شاور ومطل على بركة السباحة، وخصوصية تامة جدا. هذا كان مجمل تغطيتي للفيلا. هذه تغطية غير تسويقية، مجرد اني حجزت الفيلا وحبيت اصور. شكرا للمتابعة وحياكم الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمها. وشكرا لكل من تابع لهذه اللحظة وحياكم الله.